فيش معي بريكات، شو أعمل؟ سائق خائف بيستنجد بالشرطة خلال فقدان السيطرة على مركبته في شارع ستي الأسبوع الماضي. تشوفوا هالفيديو وبنرجع نطمن على الشوفير. هلا فيك يا آدم. أهلا فيك. بيهمني بالأول تحكي لنا شو اللي صار معك بالشارع؟ مرة واحدة من غير بركات ماشي، يعني في سيارات كانوا قدامي بدي أخفف، خففت ما في بركات. جد تعال نحكي على اليوم نفسه، كانوا أهلك نازلين على مركز البلاد وأنت رح تلحقهم في السيارة لوحدك بعد ساعة أو ساعتين. صح طلعت بالسيارة كانت عادية مأمنة كل شيء؟ لأنه وقفت في الرمزونات اللي قالوا قبل ما أطلع على شارع ستة يعني، وأهلي كبار صاروا سابقيني يعني للد، كنت طريقي رايح لاتجاه اللد. فجأة قبل ما مخلف العاد فجأة مرة واحدة يعني ده أعصب برك يعني ده خفف السرعة تبعتي عشان ما أصطدم بالسيارات اللي قدامي. بخفف ما في بركات، عصيت يعني تعرف خبطت على البركات ما في بالمرة. أسوأ كابوس ممكن يتعرض له شوفير. كيف بالضبط كيف يعني دعست على البريك والإحساس هذا بنفس الثواني أنا هنا يعني فتت بسرعة يعني صرت أصرخ أخبط ما أعرف إيش أسوي يعني كيف دا أحكي مع مين دا أحكي مع أول إشي يعني خاطر عبالي بس صراخ ومسبات يعني تعرف كيف قعدت يعني فتت بضغط ايش لك تساوي والسياره بيعطيها يعني سرعه 140 ولما تيجي عنزله بتسرع السياره كمان مره. كيف خطر لك تتصل بالبوليس؟ يعني كيف خطر على بالك انه هاي اول رقم يكون او بشارع ستي؟ انا ما رنيت على البوليس، رنيت على الرقم تبع البكره. البكره تبعت شارع ستة كان مكتوب على الديجستر فوق ودغري فات براس دغري سجلت الرقم ورنيت عليهم. والمقدنيه اللي كانت قاعده غاد وحده عربيه اسمها صفاء هي اللي كثير ساعدتني بثواني لما كل العالم حوالي البوليس امبولانسات مخبئ ايش كل الماشين وراي وموقفين السير ورا يعني احنا بنحكي على 30 دقيقه فقدان سيطره يعني عبين ما التم البوليس وصرت حاسس حالك شوي بسيطره على الموضوع كم مرق 30 دقيقه تقريبا مزبوط واكثر مع البوليس كمان 40 دقيقه تقريبا. شو كنت حاسس؟ خلص خلصوا المسبات خلص الغضب، شو كنت حاسس بهدول 30 دقيقه؟ تفاديت هنا تفاديت السيارات انا لحالي ما كان في بوليس، البوليس كان بيوقف السيارات الماشين وراي لانه كان في قدامي مساعيات يعني شوي لولا شوي كنت يعني دخلت في المعركه تبع المساعيد. يعني تعرف حاله رعب. لما نزلت من السياره نزلت من السيارة كيف وقفت بالآخر؟ بالآخر وقفنا بعد مخلف النخشونيم. كيف وقفت؟ قال لي طفي الكاتسين سايق حدي بالنيادة قال لي طفي السيارة. هنا طفيت السيارة لفة واحدة ما لفيته على الآخر هنا ما وقف الهيجل. أما اللي كان معي على التلفون كاتسين تخبرة من البوليس قال لي لا ترد عليه لا طفي النيادة. كنت تاخذ تعليمات مختلفة بالضبط منهم اثنين وهنا خربطوني أنا فتت باللخص أكثر سكرت الشباك مرتين بوجه الشوتر كان حد قلت له اسمع لهذا لأنه هذا أحسن منك يعني بيعطيني يعني أنت عندك تموتني بتقول لي طفي السيارة يلاقي كيف وقفت بالآخر؟ هو هذاك صار ينادي علي بالرمكل بالكريزاب بالشارع ادم اسمع انا وسكر التلفون مع الكابتن تخبره وهذاك كان كانتين يعني عليه درجات وبالنهايه طفيت السياره. لما نزلت كيف كان شعورك؟ صراخ ومسبات وضربت الشوتير من العصبيه تبعتي طلعتها واخر شيء سافرنت على مرتين بنص الشارع. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شكرا انك شاركتنا هالتجربة. شكرا. يعطيك العافية. العفو. تسلم.